السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، نحن الآن مع درس جديد من دروس التربية الدينية بعنوان ثمرة عبادة الله. سوف نتحدث الآن عن ملخص هذا الدرس من خلال الأسئلة والإجابة عليها. يلا معايا أول سؤال، متى يكون المسلم عابدا لله؟ إمتى يكون المسلم عابدا لله؟ يلا بينا نقول الإجابة، يكون المسلم عابدا لله إذا كان كل عمل يقوم به يتوجه به إلى الله ابتغاء مرضاته، وإذا كان كل عمل فاسد يتركه تقربا لله، وكذلك كل شعور طيب بالخير نحو الآخرين هو عبادة، وكل شعور بالشر يتركه الإنسان ابتغاء مرضات الله هو عبادة. يبقى نقول تاني، متى يكون المسلم عابدا لله؟ امتى يكون المسلم عابدا لله؟ اذا كان كل عمل يقوم به المسلم يتوجه به الى الله ابتغاء مرضاته، اي ابتغاء مرضات الله، واذا كان كل عمل فاسد يتركه تقربا لله، وكذلك كل شعور طيب بالاخرين كل شعور طيب بالخير نحو الآخرين هو عبادة، وكل شعور بالشر يترك الإنسان ابتغاء مرضات الله فهو عبادة، وبذلك يكون المسلم عابدا لله. دي إجابة السؤال الأولاني اللي هي متى يكون المسلم عابدا لله. طب السؤال الثاني، هات من القرآن ما يؤكد أن المؤمن يأخذ جزاءه الحسن من في الدنيا وفي الآخرة. عايزة من القرآن الكريم ما يؤكد أن المؤمن يأخذ جزاءه الحسن في الدنيا وفي الآخرة. ما يؤكد من القرآن الكريم أن المؤمن يأخذ جزاءه الحسن في الدنيا وفي الآخرة؟ قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى هذا دليل من القرآن الكريم يؤكد أن المؤمن يأخذ جزاءه الحسن في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان المؤمن يأخذ جزاءه الحسن في الدنيا والآخرة، حيث قال الله تعالى أن من عمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى سوف يحيى حياة طيبة وسوف يجزيهم الله بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى هذا ما يؤكد أن المؤمن يأخذ جزاءه الحسن في الدنيا وفي الآخرة. السؤال الثالث، ما الطريق الذي يحقق به المسلمون مجدهم ورفع دينهم؟ ايه هو الطريق الذي من خلاله يحقق المسلم مجده ورفع دينه؟ يبقى ما الطريق الذي يحقق به المسلمون مجدهم ورفع دينهم؟ الطريق الذي يحقق به المسلمون مجدهم ورفع دينهم هو العمل وإتقانه. يبقى هو العمل وإتقانه والأخذ بالأسباب بكل دقة ومهارة عبادة الله وتقربا له. يبقى الطريق الذي يحقق به المسلمون مجدهم ورفع دينهم هو العمل وإتقانه. عندما يعمل ويتقن عمله سوف يحقق مجده ورفع دينه. يبقى هو العمل وإتقانه والأخذ بالأسباب بكل دقة ومهارة عبادة الله وتقربا له. السؤال الرابع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أكل أحدا طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. اكتب المحذوف من الحديث الشريف. يبقى هنا بيديني الحديث وبيقول لي أكمل هذا الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أكل أحدا طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. اكتب المحذوف من هذا الحديث الشريف. يبقى طالب مني أن أنا أكمل المحذوف من هذا الشريف، من هذا الحديث الايه الشريف. يلا بينا نكمله. يلا بينا نكمل الحديث، وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده. يبقى تكملت الحديث الشريف، وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده. يبقى احنا كده كملنا الحديث الايه الشريف مع بعض. السؤال اللي وراه، إلى ما يرشدنا الحديث الشريف. الحديث الشريف ده يا ترى بيرشدنا إلى إيه؟ يرشدنا الحديث الشريف إلى ضرورة السعي على طلب الرزق والاعتماد على النفس وعدم التواكل على الآخرين،
وأن يعمل الإنسان بيده لكي يحصل على متطلبات حياته. يبقى هذا الحديث الشريف بيرشدنا إلى ضرورة السعي إلى طلب الرزق، بأي لابد أن نسعى لطلب الرزق وأن نعتمد على أنفسنا وعدم التواكل على الآخرين، وأن لا نتكل على الآخرين، وأن يعمل الإنسان بيده لكي يحصل على متطلبات حياته. يبقى إحنا قلنا دلوقتي إلى ما يرشدنا الحديث الشريف، وكلمنا عنه على أنه يجب السعي على طلب الرزق والاعتماد على النفس. السؤال اللي وراه، ما الطريق إلى الفلاح في الدنيا والآخرة؟ إيه هو الطريق إلى الفلاح في الدنيا والآخرة؟ هو اتباع منهج الله وحده في كل الأمور، في البيت وفي العمل وفي المدرسة وفي الجامعة وفي الحقل وفي المصنع، وفي الاعتماد على النفس، وفي التعامل الحسن مع الآخرين، والعمل على إرضاء الله. يبقى الطريق إلى الفلاح في الدنيا والآخرة، لكي نفلح في الدنيا والآخرة، ما الطريق لذلك؟ هو الاعتماد، هو اتباع منهج الله وحده في كل الأمور، هو أن تتبع منهج الله وحده في كل الأمور، سواء كان ذلك في البيت أو في العمل أو في المدرسة أو في الجامعة أو في الحقل أو في المصنع، وكذلك في الاعتماد على النفس وفي التعامل الحسن مع الآخرين والعمل على إرضاء الله. السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.